مرحبا بكم. اليوم ناخذ الانترابت. شنو الانترابت؟ الانترابت اذا عندك فد حدث يصير وانت تريد مباشرة يصير فد افكت اليه، يعني فد ناتج اليه بدون ما السي بي يو يكمل البرنامج اللي موجود هنا اللي انت مسوي باللادر، مباشرة يروح لهذا البرنامج الثاني. هذا البرنامج راح تلقاه مو بالمين ولا بالسبروتين، راح تلقاه بال الخانة الثالثة اللي هي خاصة بالانتربت. شوف هنا انتربت زيرو. زين، تيجي بالمين لازم تسوي هذا الانتربت حتى ينتقل للانتربت اللي تريد بعده وبعده. زين، احنا راح ناخذ مثال بسيط عليه حتى يكون واضح، وبعد انت تقدر تضيف امثلة، تضيف مثلا بي تايمرات، ضيف كاونتر، ضيف حسب اللي تحتاجه، او ضيف مخارج باللي يعجبك. راح نسوي دائرة جدا بسيطة، نخليه فرضا بتلوجيك اللي هو دائما مشتغل SM0.0، هذا حتى دائما يبقى on. ونختار الانتربت. يكون عندك انتربت، شوف اول واحد اللي هو ENI اللي هو enable interrupt، اوكي، واكو بي disable interrupt. زين، وعندك شنو بعد؟ الاتاتش، وعندك الدي اتاتش. زين، اول شيء لازم نضيف enable interrupt، هذا هو اللي انتربت راح يشتغل من خلاله. زين، ولو بالتوازي ويا تربط الاتاتش، فرضا هذا اتاتش 1، تقدر بعد تربط اتاتش اخر اتاتش 2. زين، هذا الانيبل راح يفعلهن اثنينات، اوكي. هذا الاتاتش يقول لك هنا اعطيني الانتربت وين تريد اوديك، واي انتربت تريد افعله لك. فرضا انتربت دوت 0 اللي هو هذا اول واحد، اوكي. هنا الايفنت، شو تريد تصير بهذا الايفنت؟ اريد فرضا اسميه ايفنت 1، اوكي، ايفنت 1 سوي لي هذا الشيء، هذا ايفنت 2، ايفنت 2 سوي لي هذا الشيء. زين، هنا انتربت المفروض نسوي بعد انتربت، كليك ايمن بهذه الخانه هنا الفارغه، انسيرت انتربت، اوكي، صار انتربت سلاش 1، هنا تقدر تسميه انتربت 0 نصير 1، اوكي. هنا الايفنت 2، بالايفنت الواحد سوي لي هذا 0، بالايفنت 2 سوي لي ال 1، اوكي. لحد هنا هنسوي كومبايل ما عندنا اشكال. زين، هسه نجي على انتربت 0. انتربت 0 فرضا هسه ما ندخل بالملابسات مال الكونتاكات، هنا راح نخلي سيت، اوكي، بال اللي هنا بالهذا الكونتاكت ايضا SM0.0 حتى يبقى مشتغل. ومنين تريد تشغل بي Q0.0، شغل بي Q0.0 يسوي لها سيت، اوكي، 1 حتى تشتغل. وبالانتربت ال 0 بالانتربت ال 1 ايضا كونتاكت SM0.0، وهنا اوتبوت Q، لا هذا نخليه ريسيت حتى يطفي هذا ذاك. هذا اول واحد سيت كان، وهذا الثاني راح يصير ريسيت حتى يطفي لك الاوتبوت. زين، هنا ايش راح يصير؟ نفسه، وهنا يكون ايوه واحد، اوكي، ريسيت والسيت، نسوي له كومبايل. زين، اني مع الاسف بالسيموليتر ما عندي، عندي فقط الانبوتات والاوتبوت، وعندي عندي الانالوج وغيره، ولكن ماكو انتربت، ماكو. طبعا هذا يصير وايرنج، يعني هاردوير وايرنج مو سوفت وير الانتربت. فيعني حتى انتبهت ما اعطينا فد قيمة، عفوا هنا بالمين ما اعطينا قيمة، سوينا واحد واثنين، اوكي، ما طاف اعطينا فد قيمة مثلا i0.0 i0.1 حتى الشغلة، اوكي. بينما هنا تقدر هنا تخليه 0.0 0.1 0.2 حسب الانبوت مالتك، يعني يقول لي سوي لي هذا الانتربت، اوكي، لما ما اعطيك اون اشتغل انتربت، بينما اذا ماكو اون لا تسوي انتربت، اوكي. ولكن دائما يخلون الانتربت اولويز اون حتى ينتقل للصفحة اللي هنا، ممكن هنا تايمرات، ممكن برنامج طويل. فات الانتربت مثل ما قلنا بالبداية، فات الانتربت هي انتقال
بنفس السايكل، يعني السي بي يو في نفس اللحظه ينتقل هذا البرنامج ينفذه بدون ما يكمل هذا المين بروجرام مالته. اوكي، هذا هو الانتربت او المقاطعه باللغه العربيه. شكرا لحسن الاستماع.